في إطار اهتمام وزارة السياحة بإلقاء الضوء على أهم المعالم السياحية في مصر وتشجيعها، خاصة المعالم الطبيعية والأثرية داخل محافظة الفيوم، قامت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بجولة داخل معالم المحافظة يرافقها دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث قام بزيارة لمنطقة وادي حيتان ومتحف الحفريات وتغير المناخ ومنطقة المتحف المفتوح. قام بزيارة للبحيرة المسحورة وجبل المدورة ومحميات وادي الريان من أجل الاستفادة القصوى والترويج سياحيا لهذه المناطق الطبيعية الخلابة. الفيوم فعلا فيها زخم من الأماكن اللي ممكن أي مواطن عايش في نطاق القاهرة الكبرى أو شمال الصعيد يقدر يجي يزورها يوم أو يومين، هيستمتع بوجبة دسمة من المناطق السياحية والأثرية والبيئية المميزة واللي مش موجودة، مش هنقول في مصر، لا هي مش موجودة في العالم. الجو دلوقتي بيسمح بده قبل قدوم فصل الصيف، هو ده الوقت الأنسب للسياحة في الفيوم، فاحنا مهم جدا ان المحافظة تدفع بجذب اكبر عدد من السياحة الداخلية لغاية اما الامور تتحسن تاني في الاوضاع اللي خاصة بفيروس كورونا. هو الحقيقة توجيه من معالي وزير السياحة والآثار بان احنا نلقي الضوء على محافظة الفيوم وعلى الأنشطة السياحية اللي فيها. النهاردة الحقيقة والحقيقة فورا توجهت مع المحافظة وبالتنسيق مع المحافظة ان احنا نشوف ايه امكانياتها السياحية والاثرية والتراثية والبيئية، ونقدر ان احنا نعظم هذه الامكانيات ازاي ونروجها بشكل افضل بكتير. الحقيقة النهاردة يعني شفت انه الفيوم تستاهل اكتر من يوم، هي ما ينفعش ان احنا نقول ان هي رحلة اليوم الواحد، لا هي ممكن يبقى فيها اكتر من يوم عشان تقدر تشوف او تزورها يعني زيارات مختلفة واماكن غير تقليدية ممكن ان احنا نقدمها ان شاء الله في الفترة اللي جاية. وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء مجتمعي ضم اصحاب المنشآت السياحية واصحاب الحرف اليدوية داخل قرية تونس للاطلاع على أهم المشكلات التي تواجه صناع السياحة بالمحافظة ومعرفة كيفية تطوير المنتج من خلال دراسة وإدراج قطاع السياحة، وخاصة قرى مركز يوسف الصديق داخل مبادرة الريف المصرية والتي تعود على السياحة المصرية بالنفع ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.